صباحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في يوم جديد من برنامجكم الصباحي صيف البحرين اللي رافقكم فيه من الأحد للخميس. حلقة الثلاثاء راح يكون فيها مواضيع مميزة وخفيفة، لكن في البداية صباح على زميلي حمد. صباح الخير. صباح الخير يمون، يوم جديد. صح. صباح الخير مشاهدينا، أكيد يتجدد وياكم اللقاء مع المواضيع اللي جهزها لنا فريق الإعداد لحلقة يوم الثلاثاء. أخبار جديدة اليوم حلوة. أنا أشوفك من ساعة ودي تفهم يعني مجهز خبر. خبر حلو، عندنا طالب اسمه تميم الجودر من طلبة مملكة البحرين الموهوبين والمبدعين اللي رفعوا اسم مملكة البحرين، بدأ في تصميم أو حصل المركز الثالث بمسابقة دولية في تصميم الألعاب باستخدام الروبوت. أوه ما شاء الله عليه. يعني استخدام الروبوت في هالعمر ما شاء الله عليه، معناته مخه نظيف شغال وشرفنا في هذه المسابقة. وطبعا مبدعين دائما، احنا يعني متعودين على البحرينيين ما شاء الله يبدعون في كل المجالات. احنا دائما نفتخر بالطاقات الشبابيه. صح. والمواهب البحرينيه الشبابيه. طبعا مشاهدينا، بعد هذا الخبر اللي قال لكم عنه زميلي حمد، ننتقل الى اولى فقراتنا مع المدرب الرياضي خالد البسي ونشوف تمارين الصباح ليوم الثلاثاء. صباحكم الله بالخير. اليوم السيشن مالنا مختلف، ما بنرفع الهارت ريت مالكم ولا بخليكم تكرهوني اليوم، بتحبوني وايد اليوم. بنسوي تمارين موبيليتي. الهدف من تمارين الموبيليتي اللي وايد ناس ما يسوونها، هذه في حياتك بتسهل عملية تنقلك من حركة لحركة. مثلا انت قاعد تبي تفتر في بقلم وراك، تبي تصك الليت وانت قاعد تبي تمد يدك، ساعات احنا نسوي الحركات البسيطة نتعور، يصيدنا إصابة، يصيدنا شد. فهالتمارين دي تساعدنا طبعا على ان التنقل عندنا يصير سهل، او نفس ما نقول تنقل بسلامه من غير اي اصابات. بنركز اليوم على تمارين مرونه على عضلات الخلفيه، الظهر خلينا نقول مثلا. التمرين الاولي بتيلي ركبك تحت خصرك، حلو؟ طبعا بتسوي الجهتين، انا بوريكم جهه واحده، تكرار ابي 15. تجيب يدك عند راسك، صك وتفتح صدرك، صك تفتح صدرك، وان صاك ابي الالبو يجيس يدك اللي على الارض هني، هوب بتسوي لي 15 هني، عقب بتغير الجهه 15 هني. هاي التمرين الاولي. التمرين الثاني ترقد لي على الارض، يسمونه اوبن بوك، حلو؟ كوني ذي الجهة أمد يديني باي 1 15، بعد 2 ما سوي التمارين ذي بسرعة، براحة 3 4، لاحظ لاحظ شلون التفت وراي 5، أخلص 15 عقب أسوي الجهة الثانية نفس الشيء. التمرين الثالث ركبي على الأرض نفس ما قعدنا في التمرين الأولي، كله بحركه انا هنا ركبي يكونون ثابتين، انا بحرك خصري يمين ويسار 1 2 3، ما ابي سرعه ما ابي سرعه، تخلص 15. هاي التمرين الثالث. التمرين الرابع سمونه ذا سكوربيون، العقرب، بارقد الطريقة بفتح يدي، لاحظ ليش سموه ذا سكوربيون، برفع ريلي فوق يصير شكل نفس العقرب، 1 2، روح قد ما تقدر، مو لازم ريلك تطق الارض، 3 4 5، اخلص 15. هاي 4 تمارين راح تفيدك وايد حق العضلات الخلفية، موبيليتي حق المفاصل، حق المفاصل زين، موبيليتي نفس ما ذكرت. فلو تسوون هالتمرين في الأسبوع مرتين، يوم من تقوم من النوم يا قبل ما تبدي تمارينك، وانت بتحس بالفرق. ويعطيكم ألف عافية.
دشنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض حملات رقمية جديدة عبر حساباتها في الانستغرام للحديث أكثر حول هذه الحملات. تنظم لنا عبر السكايب تنضم لنا عبر السكايب ريم توفيقي رئيس علاقات سياحية بهيئة البحرين للسياحة والمعارض. صباح الخير ريم. صباح النور، يا هلا فيكم. يا هلا ويا مرحبا فيك استاذ ريم، احنا سعيدين جدا في هذه المداخله عبر السكايب. لكن في البدايه ودنا نتكلم عن الحمله اللي ظهرتوا فيها اكيد في هيئه البحرين للسياحه والمعارض، اللي هي حمله ولهنا عليكم. من تقصدون في هذا الاسم وشنو اللي تقصدون من هذه الحمله؟ طبعا اول شيء حاب اشكركم على الاستضافه وعلى دعمكم الدائم لفعاليات الهيئه وحملات الهيئه على مدار السنه. الهدف الحملة ولهنا عليكم طرحناها في فترة جائحة الكوفيد 19، فترة جائحة الكورونا، وللترويج عن البحرين. فالهدف من أو نقصد بولهنا عليكم حق أخواننا الخليجيين اللي تعودنا على وجودهم في البحرين. ففي يوم وليلة كل خلق المطارات العالم ركلت تذكرت، فمرة واحدة شوف يمين يسار اخوان الخليجيين مو موجودين في البحرين، يعني مكانهم يبين. فحبينا نوصل لهم رساله عبر الحمله انه ولهنا عليك البحرين ولهت عليكم شعب البحرين وله عليك. طبعا ريم اكيد يمكن سؤال يقول لنا من وين او شنو الهدف الرئيسي اللي كان وراء هذه الحمله، او شنو الاشياء اللي تضمنتها بعد الحمله في هذه الوقت اللي سويتوها؟ طبعا الهدف هو مثل ما ذكرت حمله ترويجيه للبحرين، يعني برغم الجائحه اللي تمر في العالم كله قاعد يمر فيها، ما زلنا احنا يعني البحرين ترحب باخواننا الخليجيين واخواننا السواح من جميع انحاء العالم. الحمله تم اطلاقها بلغتين، العربيه والانجليزيه، فمثل ما انتم شايفين والحمد لله يعني قدرنا نوصل حق عدد كبير حول العالم من خلال الحملة. مثل ما ذكرنا الحملة الترويجية للبحرين، وهي انطلقت على مراحل. المرحلة الأولى هي كانت الفيديو الترويجي اللي انطرح من تقريبا شهر. الفترة الثانية هي عبارة عن مسابقة ديجيتال، مسابقة تصوير. والفترة الثانية من الفترة الأخيرة خلينا نقول من الهاي راح تنطلق إن شاء الله مع تحسن الأوضاع. خلينا نقول إذا مثلاً بدينا الفعاليات رجعت للبحرين، الأوضاع رجعت أحسن من قبل، راح تكون الفترة الثالثة من الحملة بس. جميل، يعني استاذ ريم احنا صراحه احنا ولهنا على اكيد هيئه البحرين للسياحه والمعارض وعلى فعالياتها وانشطتها، وفعلا ولهنا على اخواننا الخليجيين اللي دائما منورين البحرين. لكن ودي نتكلم عن المسابقه التصويريه اللي سويتوها. صراحه انا شخصيا من الاشخاص اللي يمكن حاولت اني اشارك في هذه المسابقه، شلون شفتوا ردود الفعل؟ طبعا احنا اطلقنا المسابقه من خلال حمله ولهنا عليكم للترويج ايضا عن البحرين. فكرنا بشيء نخلي مثلا الناس تروج عن البحرين بطريقتها، فأطلقنا نداء لجميع المصورين وحابين المصورين أن يشاركون في المسابقة. المسابقة عبارة عن بسيطة، عبارة عن تصوير لمناطق البحرين، أو حتى إذا كانت تصور عندهم من قبل يستخدمون فيها هاشتاج contest bh وتاج حق أكاونت السياحة ودتست. وللأمان يعني مئات من الصور حصلناها خلال هالفترة. اليوم هو آخر يوم للمسابقة، عليه في وقت حق المتسابقين يقدرون ينزلون صورهم، وبإذن الله باكر راح نختار فائز الجائزة. أستاذ ريم يمكن في أكيد هدف من اختياركم لأسامي دائما الأشياء اللي أنتم تطرحونها دائما تكون أساميها شوي جذابة، عطينا أو كلمينا عن اسم اللي هو ولهنا عليكم، يعني من وين يه؟ ولهنا عليكم مثل ما ذكرت لكم في البداية أنه يعني إحنا متعودين سواء كان في الإجازات الرسمية أو إجازات العيد أو حتى الأيام العادية دائما في خليجيين في البحرين. فللأسف الجائحة يعني عدمت هاي الشيء، بس خلينا نقول هي فترة مؤقتة، وأول بإذن الله أول ما نتعدى هالجائحة راح نتعداها أكيد راح يرجعون لنا أخوان الخليجيين. فمن كذي يعني إن اخترنا ولهنا عليكم.
جميل. أستاذ ريم، أنتوا دائما يعني ما شاء الله عليكم على مدار السنة عودتونا دائما في أنشطة وفي فعاليات، هل هناك خطط مستقبلية إن شاء الله من بعد هذه الجائحة الله يعديها على خير أن يكون في لكم خطط وخلي نقول برامج وأنشطة فعاليات جديدة راح تكون موجودة؟ أكيد راح يكون بإذن الله. إحنا في عندنا مثل ما عودناكم طبعا رزنامة السياحة على طول فيها العديد من الفعاليات وال وخلينا نقول مثلا الكامبينز الحملات، بس احنا قاعدين نمشي شوي شوي مع اوامر لجنه مكافحه الفيروس وفي ظل ظروف الاجراءات الاحترازيه، فخطوه خطوه ان شاء الله راح نعلن عن المراحل القادمه، بس الحين خلينا نركز شوي على الكامبينز او الحملات الالكترونيه، شوي شوي راح ننتقل الى الفعاليات على حسب تطورات الجائحه باذن الله. ان شاء الله. اكيد نشكرك على هذا الاتصال استاذ ريم توفيقي رئيس العلاقات السياحيه بهيئه البحرين للسياحه والمعارض. دائما حمد يعودون هيئه البحرين للسياحه والمعارض في هذه الانشطه والفعاليات رغم هذه الظروف، لانهم ما زالوا مستمرين بالحملات اللي قاعد يقدمونها الاونلاين سواء كانت على مواقع التواصل الاجتماعي او حتى على موقعهم الخاص فيهم. طبعا هذه يمكن من الاهداف اللي دائما تسويها هيئة السياحة لجذب الخليجيين وحبون يجون البحرين، يعتبرون البحرين بلدهم الثانية وبعضهم يعتبرون بلدهم الأولى، فهاي الشيء وايد نفتخر فيه وجودهم هنا في البحرين، يعطينا سعادة. واختفائهم صحيح مثل ما قالت الأستاذة ريما، اختفائهم صج أثر علينا نفسيا صح. فنتمنى هذه الأمور تخلص ويرجعون للبحرين مرة ثانية لديرتهم ويكونون معانا أكيد أكيد. أما الآن خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نواصل معاكم باقي فقراتنا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل. طبعا التعلم باللعب هو استغلال أنشطة اللعب في اكتشاف المعرفة وتوسيع آفاق الطفل بالمعرفة. المتعة في التعليم لها فوائد كثيرة وخصوصا في المواد الصعبة مثل الرياضيات، وهذه فرصتنا نستثمر وقت الإجازة في تعليم الأطفال وأولياء الأمور طرق سهلة لتعلم الرياضيات ونخلق في نفس الطفل حب الأرقام والتعلم بأسلوب مبسط وممتع. طبعاً معانا الأستاذة مريم جاسم راح تعلمنا أشياء اليوم أكثر بخصوص هذا الموضوع، لكن في البداية نصبح عليها بخير أكيد. يا هلا ويا مرحبا فيك. صباح الخير أستاذة، طبعاً أكيد نرحب فيك هني في صيف البحرين. أول شيء كلمينا عن الطرق اللي تتبعينها في تعليم الطلاب. يعني هو أول شيء جدول الضرب من المواد الصعبة عند أولياء الأمور. يعني تخيل الطالب صف ثالث رابع ابتدائي لازم يحفظ 144 رقم صعبة عليه. صحيح. احنا قبل على زماننا كانت المدرسة من ثالث ابتدائي يوميا نكتب 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 نكتب، بس فصرت يعني بعد ما تخرجت والفراغ وهذا خلينا ابحث، انا احب الرياضيات بطبيعتي يعني، فخلينا ابحث فشفت ان في طرق سهلة ما يحتاج ان الطالب يقعد يحفظ. صح. احنا نبغي يجاوب الجواب صح زين، فما له داعي انه يقعد يحفظ اذا هو ممكن انه يطلع بطريقه سهله. فبديت شوي شوي يعني اجمع الطرق وهذا، فالحين يعني عند الطالب يقدر يضرب من اصغر رقم لاكبر رقم باسهل الطرق. جميل. يعني استاذه يمكن انا ودي اسالك اكثر، من وين جاتك هذه الفكره؟ هل واجهتي يمكن صعوبه مع بعض الاطفال؟ حسيتي انه فعلا يعني انا من قبل اسمح لي قلتك يعني انا من قبل كان اخوي الله يرحمه يعني شو اسمه علمنا طريقه لضرب الارقام الكبير مثلا 7 في 6 و8 في 8 وكذي، علمنا طريقه سهله. هذه كانت البداية، كنت أيام المدرسة كنت أعاني يعني، فكانت هذه البداية من هنياتك الفكرة عشان تطبقين هذه الطريقة. جميل. أستاذ شقد حصلتي يعني هذه الطريقة مفيدة للطلاب، شقد شفتيها يعني فعالة؟ بالعكس يعني الطلاب بديت إياهم من الأرقام الكبيرة، يعني ممكن الطالب خليتهم يحبون جدول الضرب يعني كانوا يعانون في البيت حتى الأمهات يعانون، بهذه الطرق يطلع الطالب مستانس يعني خليته يروح البيت يضرب لأمه 4 أو 5 أرقام مثلا في رقمين يجي مستانس عنده ثقة في نفسه أن هذا مو عائق أنه ممكن أنه يحل بسهولة. صح. هذا الشيء الأساسي، احنا دائما نقول ان احنا نخلي الطالب يكتسب مهارة انه هو يحل صح، مو معناته انه لازم يحفظ الأرقام. يعني استاذ يمكن يخليني اسألك اكثر بخصوص هالموضوع، شلون تقيمك لاكتساب الطفل في هذه الطريقة في التعليم للرياضيات؟ شوفي كل شيء بظل ممارسة
يعني مثلا طالب في صف ثالث ابتدائي توي يعلمونه جدول الضرب، ما يكون في تركيز واجد، بياخذ هذه الطرق مع الايام والاجازه وهذا، اذا ما يمارسها ينسى. صح. من يبدا من رابع زين، لانه على طول معتمد على جدول الضرب، هني لا، هني يعني يكون خلاص متمرس فيها بسهوله يحل. يعني حتى عند بعض الطلاب، يعني انا درست كمتابعه في البيت، عند بعض الطلاب يروحون الصف مثلا عندهم اختبار عندهم شيء، يشوف الاستاذ او المدرسه شلون الطريقه اللي قلت له شو تسوي، قال هذه طريقه الخاصه ما اعلمها، لان حتى يعني بسهوله الارقام الكبيره في العشرينات في الثلاثينات في المئات انه يحلونها بطريقه سهله. جميل. خلينا نبدا دكتوره، ممكن تروينا شلون طريقه التعليم. اول شيء انا اخذ ما اعلمهم من البدايه واحد وامشي، اعلمهم الطرق السهله. زين. فالطرق السهلة احنا عرفونا رقم واحد، رقم جدول 11 عرفونه. صح. طريقة سهلة، بس انا اول درس اعطيهم اياه اللي هو اربعة وثلاثة ارقام في رقم 11. زين. فعندنا مثلا هو اول شيء اعطيهم انا رقمين. يعني مثلا عندنا 25 اوكي في 11، هذا اول شيء اعطيهم انه رقمين، انه بحيث ان عندهم ثقه في نفسهم يقدرون يحلون الارقام الصعبه الارقام الكبيره. 25 ينزل الرقم مثل ما هو، بعدين نجمعهم ونحط الجواب هنا. اوكي. هذا اذا كان رقمين، بس لو صار ثلاثه ارقام مثلا 5 4 2 3 في 11 اوكي. فهني انا انزل الخمسه وانزل الثلاثه، بعدين اجمع 5 زائد 4 9 واثنين زائد أربعة ستة وثلاثة زائد اثنين خمسة، فيكون هذا الجواب. طريقة جدا سهلة. ليش معلمونا؟ وين احنا على هالطريقة أيام المدرسة؟ إيه يعني يعني هذا أول درس يأخذه الطالب، فيروح البيت مستانس إن أنا من أول درس أقدر أحل أرقام كبيرة في رقمين. ويمكن هاي الشيء يعطيه دفعة إنه هو يواصل وينتبه حتى حق المدرس. صراحة واجد يعني الأمهات كانوا يتصلون يشكرون، يعني أنا كنت أدرس الطريقة حتى للأم عشان تابعوا يا الطالب، تشوف هو شلون طلع الجواب، بدل ما يعتمد على الكالكوليتر وعلى هذا، والواحد مو على طول عنده ورقه وقلم بيقعد يحسب. صح صح. زين. بعدين عقب الرقم ال 11 اجي له رقم 9. التسعه اخليه يحط ايده هالشكل في حضنه، لان ساعات الواحد مو دائما عنده ورقه. صح. بيقعد يحسب. اوكي. فاقول لهم العد من يسار والقراءه من يمين. فالحين احنا لو قلنا خمس مثلا 6 في 9. أنا بعد من هني، أوكي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذه أطويها. هذه اللي طويتها تكون فاصل ما بين الآحاد والعشرات. هني كم رقم مني؟ أربعة أصابع. ومني كم رقم مني؟ خمس أصابع. فيصير الجواب 54. جداً الطريقة سهلة، يعني بس بشوف يدي وبقعد أعد. زين. بعدين وأعلمهم بعد، يعني أعطيهم فكرة سالفة الجدول الضرب عملية إبدالية. يعني مثلا هم يحفظون رقم ثلاثة جدول الثلاثة، يجون لجدول الثمانية يشيرون، ثلاثة في ثمانية مشير. أنا على طول أقلب له ثمانية في ثلاثة، ثلاثة في ثمانية، حولها لجدول الثلاثة على طول. صح. يريد يستذكرها مرة ثانية. نجي لطريقة ستة. الستة احنا إذا حفظ مثلا عندنا جدول الستة للاثنعش، حفظ رقم واحد واثنين والخمسة، بعد معظمهم يجون حافظينه. التسعة لـ11 العشرة. زين. بعدين الستة، كل عدد زوجي في ستة معناته العدد ونصه. مثلاً أربعة في ستة الأربعة ونصها اثنين، 24. ستة في ستة الستة ونصها ثلاثة، فيصير 36. فبهالشكل يعرفون الاثنين والأربعة والستة والثمانية، هذه كلها في جدول الستة. يبقى لهم بس كم رقم؟ هذه لهم بعد طريقة ثانية اللي هو سبعة في ستة مثلاً. يعني في طرق كثيرة أستاذة في هالجانب، لكن ودي أسألك أنا شلون تشوفين ردة فعل الطلبة لما يجونك هم مثلا متعودين على طريقة وأنت تشرحين لهم طريقة مبسطة، شلون تشوفين التفاعل؟ يعني يستانسون، يصير في تنافس إن من يطلع الجواب أسرع من الثاني. فأحسهم إنهم واجد يستمتعون بهذه الطرق، لأن يحسون إن يمين تقليدية، يروحون المدرسة إن في شيء مميز عندهم، في شيء يتميزون عن الطلاب الباقي. صح. مثلاً إن أنا أعرف أطلع بدون ما أحسب، بدون ما أستعمل أصابعي، بدون ما هذه الأمور. طبعاً يمكن هذه طريقة غير تقليدية على إن نعرفها أستاذة، شلون شفتي تقبل يمكن أولياء الأمور؟ قلتي إن صح، يعني أكيد بتريحينهم أكثر، بس هل التدريس يقبل في هذا الشيء حاليا؟ يعني هذه يعني تقدر تسوينها مثل ما نقول
رسمي ان تدرسين هذا الشيء هاي الطريقه؟ ما اجب صراحه، بس هي تقريبا يعني واجد على طول يستعملونها. يعني مره كانوا يعني قالت لي مدرسه تبغيني اروح عشان في المدرسه تدير، بس بعدين ما صار مجال وهذا فما قدرت. بس انه كرسم ما ادري، انا اشوف وايد سهله و صح يعني طريقه بسيطه، طريقه بسيطه يعني. لو اتوقع يعني كل الطلبه حصلوا على هذه الطريقه بشكل وايد سهل بسرعه. هذه الطريقه هني خصوصا هاي اول طريقه اللي هي الجمع وايد حلوه سهل. هني هذه الطريقه يقدرون يحلون اي عدد من الارقام مثلا مئات في مئات، عشرات في عشرات، كل شيء. هني مشكلة الطلاب الصفر اللي يجي في العشرات أو في المئات الصفرين، هذه هني واجه مشكلتهم. زين، فالطريقة التقليدية رقمين على بعض وينسون الصفر وما أدري شنو، هذا واجه صعب عندهم. فهني مثلا لو قلنا 25 في 43 أوكي، هني نحط 25 عادي 25، هني أحد هذا الرقم الثاني أحد عشرات 43، وهني ما في أشياء باليد نقول تعال بنحط فوق بينسونه، فهني 4 في 5 20 و4 في 35 سوري اي انا قاعد اقول 30 زين، و4 في 3 12، 3 في 5 15، و3 ضرب 3 9. هني هذا مثلثين، واحد احد واحد عشرات، هذا الخط المايل انه يجمعون الارقام اللي فيه. هني الخمسه تنزل بروحها، هني 1 زائد 9 بيساوي 10 و1 باليد اوكي. هني هذا الخط 2 و2 4 زائد 1 5، وهذا محل وياه بينزل هني فبصير 1505. الطريقه هذه بعد سهله. انا اتوقع حمد وكانت هاي الطريقه على يومي موجوده يعني خصوصا في الرياضيات. في الرياضيات كنت اعاني صعوبه شيء من الارقام اي يعني فاستانسوا بهالطرق الطلاب، انه ما في شيء يعيقهم انه في المدرسه ما اقعد احسب ورقه وقلم واكتب الجدول كامل. جون الطلاب مثلا لازم اكتب الجدول كامل عشان اطلع الجواب. أيوة. الحين احنا اذا اخذنا السته والتسعه والارقام الكبيره وهذه الامور يبقى لنا مثلا السبعه في سبعه وثمانيه في ثمانيه، هذا اللي يسويها بالاصابع صح، اللي نسميها مكملات العشره. احنا مثلا لو قلنا سبعه في سبعه اوكي، السبعه وسبعه ثمانيه وتسعه وعشره، يعني باقي على العشره ثلاثه ارقام، والسبعه الثانيه سبعه ثمانيه وتسعه وعشره ثلاثه ارقام، لازم اسوي لهم كذي عشان يعرفون هذه الطريقه انه يضربونهم في بعض. ثلاثه في ثلاثه تسعه، هذين يعتبرون عشرات، 49. هاي بعد طريقة باليد سهلة. يعني عندك أكثر من طريقة أستاذة، بس شنو الطريقة اللي تحسين الطلبة يمكن يستوعبونها أكثر أو يحبونها وتكون أسهل لهم أكثر؟ وكل الطرق تقريبا حبوها لأن يحسونها، يعني لأن كل جدول بعد له طريقة بروحه صح، من طالب لطالب بعد يختلف. ايوه، من طالب لطالب يختلف طريقة الأصابع، خلاص ما يعتمدوا على الورقة والقلم. يعني انهم كذي بس يسوون كذي وخلاص يصير يجاوب ليش. زين، انه بس 8 في 8 64 سيدة على طول. هذه الطريقة نفس الشيء، ما مهم بحاجة الا الصفر، يسمونها صفر سبونج بوب او صفر كذي، ما يحتاجونه لان كودارك تنزل عندهم بطريقة سهلة. فأحسهم واجد واجد تقبلوا الفكرة، الأهل أولياء الأمور بالطلاب واجد حبوها. طبعا اتوقع يعني اليوم تفاجأت في اشياء حلوه خصوصا طريقه التعليم. شفتي هل حاولتي ان تنشرين هذه الطريقه يمكن في يعني تواصل اجتماعي عشان الناس تستفيد اكثر؟ ممكن الناس ما تعرف عن هذه الطرق صح. يعني نحب ان احنا نفيد الناس بعد والطلبه الحاليين. والله يا ريت، انا في بالي ان انا اسوي كتيب يعني يكون في متناول يد اولياء الامور، يعني بحيث انه ما يحتاجون حتى الام نفسها، الطالب من طالب لطالب مثلا، واحد خلص من الثاني اكون موجود عنده فكون اسهل. فان شاء الله المشروع المستقبلي يعني احاول افكر اني اسويه في كتيب. في التواصل الاجتماعي لا، يعني كانت عندي افكار ثانيه بالنسبه لتعليم الحروف. التواصل الاجتماعي حلو، يعني عندك تعليم الحروف وتعليم الحروف الاشياء يعني مثل ما تقول الطالب اللي في صعوبات تعلم او بسهوله انه ينسى. مثلا احنا بتقولين اللي هي يد اوكي، زين هو يعرف الياء يد، بس شلون يعرف رسمه الياء؟ زين، فعندنا اللي هو يعني انا اسويها لولدي ما فكنت انشرها على، فعندي هذه الياء اوكي بهالطريقه، اقول لي الياء يد، يقول لي شلون الياء اسوي لك كذي. هذه صارت يد. سوري اربع اصابع فتصير يد. الواو ورده هالشكل، واو واو هذه، فهو بيحبها كرسمه، فبيعرف يرسمها يعني تعلقه بصوره ثانيه. اي اي،
فهذا وبس. بالنسبة لي الأرقام عندي أفضل. أستاذ أنا ودي أسألك أكثر، أولياء الأمور لما يشوفوننا يمكن في تحسن من عند الطالب في يمكن طريقة حسب الأرقام وغيرها من الأمور، ما تحسين أنه هو بيتعلم بعد منك عشان يكتسب مهارات يمكن يعلمها حتى في الطفل في البيت؟ لأن أتوقع الأمهات دائما يعانون وقت ما يدرسون اليهال الحمر، يقولون أنا ما أعرف يمكن شلون أحسب الطريقة، ويمكن الجيل الجديد يحسب بطريقة ثانية غير عن الطريقة اللي تعودت عليه الأم. فتحسين الأمهات يبون يتعلمون هذه الطريقة منك أكثر من الأطفال؟ أكيد، شيء طبيعي. أنا أطرش لهم الطريقة وردون يسألون هذا شلون، ساعتهم يجاوبون مثلاً. واحدة تقول لي أنا أسوي منافسة بينه وبين بنتي، إذا أطرش لها الطريقة عشان تتابع ويا بنتها، تقول لي أنا أسوي منافسة بينه وبين بنتي. يعني أنا حتى إذا جاءوا الطلاب مثلاً أقول لهم تحدوا أولياء أموركم، يعني تحدوا إذا جاء ياخذك البابا أو الماما تحدوهم. إن أنا أقدر أحل هالرقم أسرع من نشنتي. حلو، تخلقين هذه الروح المنافسة. فكانوا واجد يعني أولياء الأمور مستانسين على الأفكار اللي أعطيتهم إياها. سبحان الله، يعني حمد فعلا كل إنسان له طريقة في تعليم يعني أو توصيل المعلومة. صح، شوفي أنت هذه الطرق يمكن ثلاث أربع طرق، واحد منهم بيستوعبها والثاني يمكن يستوعب طريقة ثانية. صح، فأكيد نشكر تواجدك وحضورك معنا أستاذة مريم جاسم على، يعني فعلا أنا شخصيا استفدت من الفقرة، لأن أنا من الأشخاص اللي كنت أعاني شوية من جدول الضرب أيام المدرسة. فشكرا لك أستاذة، يعطيك العافية. شكرا لك أستاذة. طبعا فاصل سريع مشاهدينا ونرجع نواصل معاكم باقي فقراتنا، انتظرونا. عودة لكم من جديد. في ظل أزمة جائحة كورونا، سعت مملكة البحرين بكل السبل وعلى أعلى المستويات القيادية في جميع المجالات، خصوصا على مستوى التعليم ومواصلته، وهذه ما أثبتت تجربة التعليم عن بعد. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا استضافة الأستاذة إلهام البحار والطالبة غدير حسين، وهي أحد المدرسات اللي كان لهم دور كبير في هذا المجال. صباح الخير. صباح النور. يا هلا ويا مرحبا فيكم. احنا سعيدين اليوم تواجدكم، واكيد موضوعنا اليوم شيق بما ان احنا يعني قاعد نمر في نفس هذه الفتره. لكن ببتدي معك استاذة الهام، كلميني عن استعداداتكم في التعليم عن بعد شلون كانت؟ اولا شكرا على هاي الاستضافه وعلى هاي المقدمه الجميله. استعداداتنا حق التعليم عن بعد طبعا اللي صار كان غير متوقع، ما كنا مستعدين بنسبة 100% يعني عشان إن إحنا نقدم دروس عن بعد وكذي، ولكن الوزارة ما قصرت. يعني ونس إن إحنا مرينا في هاي الأزمة قاموا وسووا اجتماعات وتخطيطات وأقروا وايد طرق وسبل إن إحنا نشرح ونوصل المعلومة أو المنهج للطالب بشتى الطرق. مثلا دروس المتلفزة اللي سويناها، صح. قدمنا دروس عبر برامج مثلا مايكروسوفت تيمز، تواصلنا مع الستودنت عبر البوابة، الإيميل، أي طريقة ممكن أن نحن نتواصل مع الستودنت وفرناها. فالحمد لله الأمور مشت بسهالات، قدرت تتخطون هذه الأزمة. الحمد لله. الحمد لله. طبعا كنت سؤالي لغدير من مثل ما ذكرت الأستاذة، قالت أنه ممكن هذا الشيء ما كنتوا جاهزين لمية بالمية، شنو الصعوبات هذه اللي واجهتوها في البداية؟ الصعوبات اللي واجهناها في البداية أن كان شيء جديد علينا وما كنا متوقعينه، لكن تفضلي. لكن يمكن كان في صعوبة شوي نوعا ما كطلبة مو متعودين على هذه البيئة يمكن. من الصعوبات اللي واجهتها شخصيا أنا أول شيء مواعيد المحاضرات، طبعا أنا طالبة جامعية في جامعة البحرين، وصعب إن أنتين تدشين في البيئة التعليمية اللي في التعليم المباشر، لكن في البيت ما أدري، ما حسيت روحي أعرف أركز نفسي في الهاي في الكلاسات. طريقة غير ممكن لأنه وشيء جديد، أكيد ممكن بياخذ وقت لين تستوعب أن أنت ترى في كلاس مو في البيت. صح. إحنا دائما نقول يعني يمكن لا المدرس يكون مستوعب أنه هو شلون بيشرح وما في طلاب قدامه ويشوف يمكن التواصل مباشر، ولا بالنسبة أيضا حق الطلبة يكون ما يكون في تواصل مباشر. أكيد برجع لك أستاذ الهام، ودي أتكلم معك أكثر، شنو الإيجابيات اللي شفتيها من خلال التعليم عن بعد أنت كأستاذة وكأيضا تقدمين هذه المناهج؟ بصراحة يعني أنا شفت الإيجابيات أكثر من السلبيات، وتمنيت أن أكون طالبة وأمر في تجربة مثل هذه. يعني الشيء وايد حلو، دائما كنت أقول حق الستودنتس يعني
ما يحتاج ان تقعدون من النوم وتتريقون وتتسبحون وتمرون كل البروسيجر كله. مجرد ان تقعدون اللابتوب قدامكم خلاص والتطبيقات تحلونها وتقدرون ترجعون حق الشرح من خلال الدروس المتلفزة، من خلال الدروس اللي عرضناها على برامج تيمز، فكانت يعني خلينا نقول ايزي بروسس. هاي شيء. شيء ثاني، الطالب تعلم انه يستخدم الاجهزه الالكترونيه اكثر، صح. تعلم الاعتماد على النفس، تعلم الدقه في المواعيد، يعني هاي المهارات الحياتيه كلها راح تنفعه بعدين. فخلينا نقول انه تجهز من الحين حق المستقبل في الجامعه او في العمل، يعني رب ضاره نافعه. والتعليم في زمن الكورونا غير الستودنت نفسه، خلاه يعتمد على نفسه اكثر، يمكن صار عنده مسؤوليه اكبر، صح. المسؤوليه زادت، يلتزم ويقعد يعني يكون متواجد وقت المحاضره وقت الدرس عشان يتابع. هذه اكيد يمكن الدروس اللي تقدمونها نفس ما قلت، يمكن الاعتماد على النفس، وحتى الاهل ممكن انه يقدرون يراقبون عيالهم عن قرب ويشوفونهم، صح. هاي يعني من احس الايجابيات اللي وايد ممتازه. اول شيء كلمينا اكثر غدير عن موضوع تجربتك انت، شنو حسيتي بما ان الاستاذه قالت الايجابيات، تقولي مثلا تجربتك انت شلون كانت؟ من الايجابيات اللي يعني في الموضوع ان احنا ما كنا نضطر نقعد من الصبح ونروح مشوار طويل للجامعة، أيوة. تعرف ان معظم الطلاب من مناطق بعيدة، صح. ومن الايجابيات بعد ان المواد العلمية متوافرة في اي وقت تقدرين تشوفينها، يعني ما يحتاج هاي تسألين واجد اكثر، تدشين بس المواقع الموجودة وتكون متوافرة. لكن من السلبيات يعني ان مثلا الانترنت يقدر يقطع عنش اي وقت، والحضور واجد يركزون عليه، فاذا قطع النت خلاص راح عليش الحضور، تعرفون جامعة البحرين تركز على الحضور. ومن السلبيات بعد ان هاي الامتحانات بعد اني صادفني موقف انه في الامتحانات خلاص وقف اللابتوب علي ونعاد كل شيء، وباقي انه تخيل الامتحان كامل راح علي في آخر 10 دقائق قدرت أدش. لكن ما شاء الله يعني دكاترة جامعة البحرين واجد ساعدة وياي دكتورتي وساعدتني في الموضوع، الحمد لله. أتوقع بعد دورهم هم أن يعني يراعون أن ترى هذه صحيح أونلاين، صحيح. ممكن يكون في أخطاء، ممكن يكون لأنها في قطاع، أول تجربة، أول تجربة نفس ما قلتي، صح. فنقدر نطورها مستقبلا عشان نتفادى مثل ما قالت هي كطالبة. طبعا هم يعني تجاربهم تكون مختلفة عنا، مثل ما قالت إن مرة وفي مسألة الامتحان يمكن إحنا للحين مو متمكنين من الموضوع يعني 100%، فإن شاء الله هاي الأمور بس قدرنا نقطع شوط كبير في التعليم عن بعد. إيه يمكن يعني الحلو بعد إن يعني الدكاترة أو الأساتذة قاعد يتفهمون إن ذي الموضوع ممكن يصير في نتساهل الراعي طبعاً. يعني أستاذة الهام، ودي أتكلم معك أكثر عن تجربتك الشخصية أنت في تقديم يمكن الدروس المتلفزة. دروس المتلفزة والله يعني ما أبالغ إذا قلت لك هاي أروع تجربة أنا مريت فيها من بداية مسيرتي التعليمية. يعني بداية كنت شوي خايفة، الكاميرا لها رهبتها يعني طبعاً. وأنا كمدرسة مو متعودة على هاي الشيء، ولكن إحنا تعاوننا مع وزارة الإعلام ما قصروا، ومن مخرجين متابعين كلهم علمونا طريقة شلون نوقف، مسألة الثقة بالنفس، وبعد المدرس ممكن يكون أي شيء ثاني، صح. فأول تجربة كانت صعبة، بعدين لا حبينا الموضوع وقمنا كل درس نصوره يكون مطور أكثر من الدرس اللي طاف. وكل ما كنت أشوف الفيدباك وأسمع الستودنت شنو يقولون كنت أستانس، وكنا يعني صجنا بنقدم الأفضل لهم، نحاول نبسط الدرس بشتى الطرق. بس ما تحسين يمكن أستاذة في بعض الأحيان لما تبي تشرحين الدرس لما تكونين موجودة يمكن مع الطلبة يمكن الطالب يسألك بعض الأشياء عشان تردين توضحينهم لهم، صح أكثر، صح. هل كنت تراعين هذه الأمور وقت الشرح؟ وايد كنا نراعي، يعني إحنا كتجاربنا اللي إحنا ندرس أساساً وخبرتنا اللي مرينا فيها نعرف وين ممكن الطالب يوقفنا يقول لي عيدي هاي الشيء، فكنا نركز على الأمور الصعبة ونشرحها بكذا طريقة عشان انها توصل حق الطالب بطريقه يعني انها تكون افضل، وبعدين انها كانت تنعرض على يوتيوب، فالطالب مثلا لو عنده اي كونسرن اي شيء انه يكتب ونقدر ان احنا نرجع له، فالامر كان كلش سهل مو معقد مثل ما بعض الناس يشوفونه. يمكن غدير شنو الاساليب اللي انت حسيتيها فعاله في التغيير في طريقه الدرس، مثل ما قالت ممكن ان احنا نعيد واذا ما فهمت تقدر تعيد في هالموضوع، شنو الاساليب اللي انت حسيتيها والله هاي تنفع لي؟ الأساليب يعني كانت أوكي بالنسبة
الصوت، لكن كنت أتمنى لو موجود صورة، لأن إحنا ما استعملنا صوت وصورة بس الصوت. وأحب أن تكون كل المحاضرات مسجلة وموجودة عشان نقدر نرجع إليها أي وقت. لكن بالنسبة لجزئية الامتحانات واجد صعب، لازم أحس في آلية حق تقديم الامتحانات خاصة بها. علشان هاي ان شاء الله اكيد كل اللي قاعد تقولينه راح نشوف في تطور في هالموضوع، لكن انا اتفائل حلو انه يعني نشوف انه هاي ترى شيء جديد لكن ممكن انه يتطور، بس صح. فعال في نفس الوقت طبعا، وفي هالفتره ترى هو اللي ساعدنا ان احنا الطلبه يتمون يواصلون الدراسه. ولا كان والدليل يعني شفناه من طلعت النتائج امس، صح اول امس، يعني الفرحه اللي عاشوها الستودنتس كانوا مستانسين، و العبارة اللي انشهرت ريسنتلي شكرا كورونا، انه وفر لهم هاي صارت ترند صارت ترند بالضبط، ووايد كانوا مستانسين، فقلنا الحمد لله. الحين اقدر اقول ان تجربة التعليم عن بعد فعلا كانت ناجحة ومفيدة، فضل الفيدباك اللي نشوفه. احنا اكيد بنرجع نسولف معاكم عن هالموضوع اكثر، لكن راح ننتقل الحين حق تقرير سريع عن بعض اراء الطلبة عن التعليم عن بعد، وراجعين لكم. تجربة التعليم عن بعد كانت تجربة ناجحة وبديل جيد. أمانة ما واجهت أي صعوبات، بل كنت تحت اهتمام كبير من قبل مدرستنا. بالإضافة إلى أن هاي التجربة أثبتت لنا أن وزارة التربية والتعليم كانت جاهزة تماماً لأي طارئ، فكان كل شيء مجهز، اللي علينا كان أن احنا ندرس ونحل تطبيقاتنا. تعليم عن بعد كان تجربة جداً مفيدة ورائعة، وأنا مستانسة أني قدرت ولحقت أني أمر في هالتجربة اللي استفدت منها وايد من جميع النواحي. ما واجهت صعوبات، كل شيء كان إيزي، كل شيء كان فلكسيبل، وأنا متأكدة أن وزارة التربية والتعليم راح تحرص دائماً على أنها تطور نظام التعليم عن بعد للدفعات القادمة في المستقبل. كانت تجربة جديدة علينا احنا كطلبة، وفعلا طبقنا الخدمة التعليمية والإلكترونية بكل جدارة ونجاح، واتمنى ان تستمر البرامج الإلكترونية حتى نستفيد منها احنا كطلبة، وخصوصا في فترة مراجعة الامتحانات. واشكر وزارة التربية والتعليم على جهودهم الكبيرة والجبارة. عودة مشاهدينا، مثل ما شفنا آراء بعض الطلبة في التعلم عن بعد، وأكيد اللي معانا في الاستوديو الأساتذة بيقولون لنا عن موضوع يمكن استاذ خلينا نتكلم عن الأشياء اللي ممكن، حين شفنا الإجابات ممكن الأشياء اللي ممكن إن إحنا نطورها في التعليم عن بعد شنو هي؟ أوكي، طبعاً في أشياء لازم تتطور. إحنا مثل ما ذكرت مسبقاً التجربة كانت جديدة، وإحنا اتخذنا يعني الإيميديت أكشن إن إحنا نتصرف. أهم شيء إن ما تتعلق الدراسة في البحرين، نقدر نطور من عدة جوانب. نقدر مثلاً الاختبارات حق الستودنتس يكونون بطريقة أفضل من التطبيقات، يعني ما نطرش لهم مثل ما صار حين التطبيق حلو وطرشوا، لا. اللي نسوي نقدر نسوي شيء يعني تايمد، هاي الحزة اللي هاي الحزة قدش تحل، وصوت صورة عشان نتأكد يكون في مصداقية أكثر أن الطالب نفسه اللي قاعد يحل ويسوي سبت نفس الوقت. مثلاً هاي حق الاختبارات. بالنسبة للدروس، الدروس المتلفزة راح نواصل فيها، بدينا أساساً إحنا نصور الحين حق الفصل الجاي، لأن للحين ما نعرف شو ممكن إنه يصير، سواء رجعنا ولا ما رجعنا هاي الدروس راح تنعرض بإذن الله. إيه تواصل إنه يكون أكثر بين الستودنت، برامج ثانية، يعني إحنا اكتفينا بالبوابة والتيمز والدروس المتلفزة، ممكن نستعمل برامج أبليكيشنز أكثر عشان التواصل يكون سموث أكثر مع الستودنت. قبل ما ننتقل أكيد حق غدير، بس ودي أسألك أستاذة الهام، إيش رأيك في التقرير اللي طلع قبل شوي؟ إيش رأيك في آراء الطلبة عندي الموضوع؟ أنا سعيدة جدا بالإيجابية اللي قاعدة أسمعها، بآرائهم، بالتأثير اللي الإيجابي اللي أثر فيهم خلال هاي الفترة. صراحة وايد مستانسة، الحمد لله، أحس بإنجاز، أنا أفتخر فيهم، كانوا أكثر من متعاونين. فهاي الفيديو التقرير اللي حطيته زادني فخر الصراحة في طلبة البحرين. قالت بعد الأستاذ أنا تمنيت أنا أدرس أيام أدرس صراحة تمنيت أرجع، محظوظين يعني هاي الفترة خلال هالفترة. يمكن غدير شنو الأشياء اللي تحتاجينها ممكن لتطوير أنت كطالبة، أو يعني حتى الأمور أنك أنت تدرسين أونلاين، شنو الأشياء اللي تحسينها تحتاج للتطوير غير اللي قالت؟ برامج تكون آمنة أكثر،
سهلة أكثر في التعامل، لأن بعض البرامج مثل بلاك بورد واجد معقدة وعانينا صعوبة في البداية أن نستعملها، خصوصا أن أول مرة نستعملها. فلو في يعني هم طرشوا لنا فيديوهات تعليمية وتشري توتوريالز حقنا كيف نفتحها ونستعملها، بس أتمنى أن تكون في برامج أكثر سهولة إن شاء الله أكيد في الفترات القادمة. أكيد نشكر تواجدكم وحضوركم، نورتينا عبير ونورتينا أستاذ إلهام، يعني فعلا موضوع مهم، وأنا شخصيا استفدت أني قاعدة أشوف خلال هالفترة إيش كثر الطالب استفاد وإيش كثر أنت كأستاذة أيضا كنتي مستمتعة وأنتي تقدمين هذه الدروس عن بعد. أكيد جهود تشكرون عليها في وزارة التربية والتعليم، ونشكرك أيضا أنت كأستاذة لأن فعلا سخرتي من وقتك ومن طاقتك لتوفير هذه المعلومات للطلبة، وأكيد نتمنى لك التوفيق في إن شاء الله المراحل الجاية، وبإذن الله إن شاء الله يكون التعليم عن بعد يعني قدرتي تستفيدين منه في هذا الجانب خلال هذه الفترة. أكيد نشكر تواجدكم وحضوركم ونورتونا. شكرا جزيلا، ما قصرت، يعطيكم ألف عافية. الله يحفظك. أكيد كذي نكون وصلنا لختام حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج صيف البحرين، على أمل يجدد معاكم اللقاء باكر مشاهدينا، نلقاكم على خير ومع السلامة. مع السلامة.